الأهم بقى بالنسبة لنا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي، مباراة الغد إن شاء الله بإذن الله في استاد الماكس في تمام الساعة 7:15 مساء. مباراة قوية صعبة مهمة جدا جدا للنادي الأهلي، مباراة طلائع الجيش في الحقيقة، ولازم بإذن الله بإذن الله الفريق يواصل انتصاراته اللي عاد ليها من خلال مباراة المصري البورسعيدي في المباراة الأخيرة، واللي قدر الفريق إن هو يفوز بنتيجة 2-0 في الحقيقة، وضيعنا كمان أكتر من كورة. فمهم جدا بإذن الله إن شاء الله إن الفريق يقدر يواصل هذه الانتصارات خلال الفترة الجاية. أنت ما فيش حل ليك غير إنك تكسب، تكسب بإذن الله، تحصد النقاط بإذن الله، بإذن الله تتوج ببطولة الدوري للمرة رقم 41 في تاريخك، للمرة الرابعة على التوالي، ودوري بمذاق وطعم خاص. وكلمة لازم أقولها، لأن في الحقيقة هيبقى الفرحة كبيرة جدا هذا الموسم. وبصراحة جمهور النادي الأهلي مش بيفرح بس ببطولة الدوري، يعني عشان نبقى صراحة مع بعض، جمهور النادي الأهلي دايما بيبقى تركيزه على بطولة دوري أبطال أفريقيا، للأسف احنا خرجنا منها وما كناش موفقين فيها بشكل كبير جدا، لكن انت خلاص في أمر واقع دلوقتي، ما قدامكش غير بطولة الدوري، لازم تركز فيها ولازم تفوز إن شاء الله بإذن الله بهذه البطولة، عشان إن شاء الله البسمة تعود على وجوه كل الجماهير الأهلاوية المنتظرة بطولة الدوري بفارغ الصبر هذا الموسم. فبالتالي الاستعدادات كانت قوية جدا، النهاردة الفريق كان عنده تدريب الساعة 10 صباحا، كان مران مهم جدا وهو المران الأخير، اللي بعديه أعلن مستر مارتين لاسارتي المدير الفني على القائمة اللي هيصطحبها أو اصطحبها خلاص للإسكندرية اللي خد هذه المباراة على ملعب الماكس. ان شاء الله الملعب ده احنا بنتفائل بيه بشكل كبير جدا، وفي الحقيقه هو كمان ملعب بارضيته رائعه، والنادي الاهلي ما شاء الله لما بيلعب على هذا الملعب بيفوز. ان شاء الله نتمنى كل الاستمرار في هذه الانتصارات ان شاء الله باذن الله. خليني اقول لحضراتكم القائمه اللي اختارها مستر مارتين لاسارتي، واللي بتشمل بعض الاخبار الساره جدا لكل الجماهير الاهلاويه، وبالتحديد في عوده بعض المصابين. وانا بقول لحضراتكم القايمه، هنقول الاسماء المهمه اللي عادت لقايمه النادي الاهلي المشاركه ان شاء الله باذن الله في المباراه. القايمه بتتكون من محمد الشناوي، عائد بعد الايقاف المباراه اللي فاتت بسبب الانذار الثالث، فبالتالي محمد الشناوي متاح، بجانب كل من علي لطفي اللي قدم مباراه رائعه المباراه الاخيره طبعا امام المصري، بجانب مصطفى شوبير هذا الحارس الواعد والحارس الجيد جدا جدا على فكره، وانا كنت تابعته فترات كبيره جدا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وكان او هو عنده موهبه في الحقيقه كبيره جدا، بعض الكلام بيطلع بشكل كبير على مصطفى شوبير، لكن هو لعيب هيكون كويس جدا في مركز حراسه المرمى، وهيكون ان شاء الله باذن الله مستقبل النادي الاهلي، بجانب بعض الحراس المميزين على فكره في قطاع الناشئين، احمد طارق سليمان، وفي اكثر من حارس في الحقيقه عشان ما انساش حد، كلهم مميزين في الحقيقه. دي لقطات من التدريب النهارده، وده طبعا تدريب حسام عاشور وعمرو جمال. حسام عاشور زي ما احنا عارفين غايب بسبب الام العضله الضمه، عمرو جمال عنده الام في العضله الاماميه لسه ما تخلصش منها، اتنين في الحقيقه اتنين مهمين جدا، اتنين لعيبه قدروا ان هم يحققوا بطولات كتير للنادي الاهلي خلال فترات كتيره، والاصابات للاسف حرمتهم من المشاركه مع الفريق في الفتره دي. طيب نرجع للقائمه، قلنا محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، احمد فتحي، علي معلول، محمد هاني، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ايمن اشرف، عوده طبعا محمد هاني عوده مهمه جدا ولاعب مميز جدا، ايمن اشرف، وحمدي فتحي، وهشام محمد، وعمرو السليه، صالح جمعه، ان شاء الله نتمنى له استمرار في التالق، وعوده الحاوي وليد سليمان نجم نجوم النادي الاهلي في الحقيقه، واللي غايب بقاله فتره بسبب الاصابه في اربطه الركبه، بجانب طبعا مروان محسن اللي بيعود بعد الايقاف، رمضان صبحي موجود، حسين الشحات، وليد ازار، وناصر ماهر، وجيرالدو، وجونيور اجاي. فدي القائمه اللي اختارها مستر مارتين لاسارتي. ابرز العائدين للقائمه بتتمثل في عوده محمد دهاني، وكان عنده اصابات عضليه مختلفه، وفي الحقيقه هو خلاص شفي من هذه الاصابات بشكل كامل، بجانب كمان عودة وليد سليمان، دي عودة مهمة جدا جدا، لاعب أولا عنده خبرات كبيرة، عنده روح عالية جدا جدا في الملعب، مميز يقود الفريق بشكل مطلوب، وده اللي احنا عايزينه خلال الفترة اللي جاية الصعبة بالنسبة للنادي الأهلي. وكمان عودة محمد الشناوي وعودة مروان محسن. طبعا القائمة دي بتشمل كمان تواجد رمضان صبحي زي ما قلت لحضراتكم، لعيب مهم جدا، وفي الحقيقة كل اللاعبين
اللي موجودين في قائمة النادي الأهلي بالكامل، مش القائمة بس المختارة لمباراة الغد، كلهم لاعبين مميزين وكلنا عندنا آمال فيهم كبيرة جدا جدا لتحقيق بطولة الدوري هذا الموسم. هيبقى شيء مهم في الحقيقة لو خدنا بطولة الدوري السنة دي إن شاء الله. فإن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة الغد، يواصل انتصاراته ويحصد 3 نقاط أخرى ويتبقى ليه 6 مباريات أخرى كمان علشان من خلالهم يقدر بإذن الله يحسم هذه البطولة وهذا اللقب الهام والغالي بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. طبعا جمهور النادي الأهلي في الحقيقة متعود على الفوز ببطولة الدوري، وكمان كان متعود على الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وأنا ببقى متعمد إن أنا أجيب اسم بطولة دوري أبطال أفريقيا لأن هي البطولة الأهم بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، وبإذن الله بإذن الله يعود النادي الأهلي الفوز بهذا اللقب، لكن التركيز كله دلوقتي طبعا على بطولة الدوري. طيب دي كانت القايمة. كمان من ضمن الأخبار المهمة ده كان تدريب الفريق النهاردة الصبح على فكرة، اللقطات كلها خاصة باللاعبين، التدريب قبل تحرك الأتوبيس الخاص بالنادي الأهلي في اتجاهه لمقر إقامة الفريق في اسكندرية استعدادا لمباراة طلع الجيش بكرة إن شاء الله. من ضمن الاخبار تدريبات تاهيليه لحسام عاشور وعمرو جمال على هامش المران، وزي ما شفنا برضو في بعض اللقطات اللي عرضت قدامنا دلوقتي هم كانوا بيعملوا بعض التدريبات التاهيليه وبعض تدريبات الكره اللي من خلالها باذن الله يكونوا في طريقهم للعوده للمشاركه مع المجموعه بشكل كامل في التدريبات الجماعيه، وده اكيد هيكون اضافه، او دول لاعبين هيكونوا اضافه بشكل كبير جدا للجهاز الفني وللنادي الاهلي في المرحله المقبله. وكمان عملوا بعض التدريبات في الجيم، تدريبات جري حول الملعب، تدريبات كرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق. وفي الحقيقة الروح المعنوية مرتفعة بشكل كبير واضح على وجوه لاعبي النادي الأهلي بعد الانتصار الأخير أمام المصري، وانتصار الأخير ده كان بيتخلله نتيجة كانت ممكن تزيد كمان أكتر من 2-0 وأداء كان جيد جدا بالنسبة للاعبين في أرضية الملعب واستعادوا الروح بشكل كبير جدا، الأهم كمان استعادتهم للشخصية الخاصة بلاعبة النادي الأهلي المعروفة عنهم دايما، لأن في بعض المباريات كنا بنشوف شخصية النادي الأهلي مفقودة شوية، كنا بنشوف فيه قلق شوية على اللعيبة، لكن خلاص مرحلة وخلصت احنا بنركز في اللي جاي، مستنيين إن شاء الله بإذن الله الفريق يفوز في مباراة تلو الأخرى في بطولة الدوري علشان يفوز ببطولة الدوري إن شاء الله ويسعد كل جماهيره في كل مكان يعني. طيب ده كان خبر خاص بحسام وعمر جمال، دي كلها أخبار كانت مهمة. وكمان من ضمن الأخبار المهمة في مران اليوم أن مستر مارتين لاسيرتي خصص فقرة للتدريب على الكرات العرضية، والفقرة دي كانت موجودة خلال مران النهاردة، والكرات العرضية دي من خلالها بيتم تجهيز المهاجمين والمدافعين مع بعض بشكل كويس، المدافعين في كيفية استخلاص هذه الكرات العرضية الخطرة على مرمى النادي الأهلي، وفي الحقيقة هو إحدى الديفوهات في الكرة المصرية، الكرات العرضية في الحقيقة اللي بتبقى عليك، فلازم يكون في تعامل جيد معها، وده اللي كان بيشتغل عليه مستر مارتين لاسيرتي. في المقابل كمان التركيز مع المهاجمين في كيفية استغلال هذه الكرات في المقابل، وإن أنت تقدر